بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على نبينا الكريم عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه نصيحة من عند أخ إلى إخوته، أولئك الإخوة الذين أحيانا يذهبون إلى المقابر لاستخراج بعض الأسحار التي فعلها السحرة المجرمون لبعض المسلمين. فلما يستخرج هذه الأسحار أو هذه النصيحة أيضا لشخص ما، إذا وجد سحر في مكان ما، وجده معلق في الشجرة أو وجده في طريقه أو أراد أن يحول جدارا أو كان يعمل عند شخص فوجد سحرا، في بعض الصور لبعض الأشخاص الذين فعلوا لهم السحر، أنا من الأفضل أنصحهم في سبيل الله أن لا يظهروا هذه الصور، أن لا يظهروا هذه الصور في بث مباشر أو في بث مسجل أو في بعض الفيديوهات، ويضعونها على وسائل التواصل الاجتماعي مثل اليوتيوب أو الفيسبوك. لماذا؟ لأن هذه الأمور فيها مضار للمسحور. النقطة الأولى، لما يعلم الساحر اللعين بأن هذا المسحور قد اكتشف ووجد سحره وقد بطل، ماذا يفعل هذا الساحر؟ أكيد يجدد له السحر مرة أخرى، يكرر له السحر مرة أخرى. لماذا؟ لأنه رأى في اليوتيوب أو رأى في وسائل التواصل الاجتماعي صورة ذلك الشخص الذي فعل له السحر، فبهذه التسجيلات وبهذه الفيديوهات كأنهم يساعدون الساحر اللعين من أجل تجديد السحر. يجب عليكم أن تنتبهوا لهذا، هذا من جهة. ومن جهة أخرى، الطريقة الشرعية ليست هذه. الطريقة الشرعية لما نجد سحر لشخص ما، ماذا نفعل له؟ إذا كان به عقد نفتح هذه العقد ثم نقوم بحرقه، فإذا حرق أتلف السحر وفك السحر وبطل السحر عن المسحور حتى ولو لم نعلم ذلك المسحور. فلا نأتي بصورته ثم نبينها في الفيسبوك أو نبينها في اليوتيوب ثم نقول كنصيحة للمسحور أو المسحورة: اذهب حاول أن ترقي. لماذا يرقي؟ إذا كان ذلك السحر سحره عبارة عن سحر مدفون، إذا حرق ذلك السحر وفكت العقد الموجودة في ذلك السحر انتهى الأمر، لا يحتاج أصلا إلى راقي. لماذا؟ لأن السحر بطل بمجرد ما يستخرج ويفك أو يرمى أو يدفن أو يحرق انتهى الأمر. يعني هذا المسحور الذي صورته بين أيدينا الآن قد زال عنه السحر، قد زال عنه السحر. فلا نذهب نفضح هذا المسحور عند الناس وعند العوام وعند الذي يعرفه وعند الذي لا يعرفه، إذا كانت امرأة يراها الناس جميعا، إذا كان رجل يراه الناس جميعا، قد يتقدم إلى خطبة امرأة ما فلا تقبل به خوفا من ذلك السحر الذي أصيب به، فتقول قد أجده مربوطا، قد أجده عقيما، أو العكس، الرجل لا يتقدم لتلك المرأة التي أظهر صورتها على أساس أنها مسحورة خوفا أن يجد بها جني مس عاشق أو يجد بها ربط أو يجد بها عقم وهكذا. فالأفضل ومن السنة الإنسان إذا وجد السحر والشك بأن هذا السحر يحرقه بعدما يفك العقد إن وجدت به، دون أن يذهب ويشهر بذلك الإنسان ويظهر صورته فيراه الساحر اللعين الذي فعل له ذلك السحر، فيتنبه ذلك الساحر ويقول السحر الذي فعلته له قد أزيل وقد كشف أمره وقد بطل، فيجدد له سحرا آخر. يجب على الذين يفعلون هذه الأمور الخيرية ويجتهدون لمجاهدة شياطين الجن والإنس أن ينتبهوا إلى هذه النقاط،
لا يظهر صورة المسحور ويقومون بفك السحر، والسحر يفك كما جاء في السنة، إما أنه يرمى أو يدفن أو يحرق، فإذا حرق أو رمي أو أتلف انتهى أمر السحر وبطل السحر وشفي ذلك المسحور بإذن الله سبحانه وتعالى من سحره. أما أننا نذهب فنظهر صورة المسحور أو صورة المسحورة، فهذا في الحقيقة نشهر به ونفضحه بين الناس، وأيضا نبعد عنه الناس، لأن الناس يخافون من أمر السحر ويخافون من أمر المس. فإذا ذهب يخطب، أو المرأة التي مسكينة لم تتزوج بعد، إذا أشيعت وظهرت واشتهرت صورتها بين وسائل التواصل الاجتماعي، من يتقدم إلى خطبتها؟ لا أحد. يخاف أن تكون عقيم أو أن تكون مربوطة أو أن تكون بها شياطين من الجن. ففي هذه الحالة أردتم أن تفعلوا خيرا ففعلتم أمور كثيرة ليست بخير. فأنا أنصح إخواني الذين يجدون الأسحار أو يبحثون عن الأسحار أو التقوا بأسحار أن يفكوها دون أن يظهروا الصور أولئك الأشخاص الذين فعلوا لهم السحر. كيف يفك السحر؟ إذا وجدتم خيوط بها عقد فكوا العقد، يجب عليكم أن تحلوا جميع العقد. إذا وجدتم مفتاح أو وجدتم كما يقال بالعبارة الكاظمة، حاولوا أن تكسروها وتفتحوها. إذا وجدتم ضفائر افتحوها، ثم قوموا بحرقه، بحرق ذلك السحر الذي وجدتموه دون أن تبينوا صور الأشخاص الذين أصيبوا بالسحر. لماذا؟ لأنها ترجع عليهم بمضرة، والساحر الخبيث يرجع فيفعل له السحر ويدفنه في مكان آخر. ففي هذه الحالة تكونوا فعلتم خيرا بشر، فلذلك يجب عليكم أن تنتبهوا. إذا وجدتم السحر لا تكشفوا الصور التي تجدونها في السحر، وهذا ما أردت أن أنصح به إخواني وأخواتي المسلمين. وندعو الله سبحانه وتعالى أن يشفي جميع مرضى المسلمين، وأن ينتقم من السحر الأشرار، السحر المجرمين، شياطين الجن والإنس، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله وسلم على نبينا الكريم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.